القصة وما فيها انه لما حدا يقرر يتزوج بنت اجنبية ترى هاي كارثة بالنسبة للمجتمع والاهل. وين اود وجهي من الناس؟ يا بنية من بنت بلادك وحط على خدادك. عشان هيك اجى الروائي الكويتي سعود السنعوسي كتب رواية ساق البامبو واللي هي مستوحاة من أرض الواقع، حكاية عن قصة حب بين شاب كويتي وامرأة فلبينية وكيف عاش فيها البطل حياتين باسمين مختلفين. قصة معاناة خلتنا نعيش معه شعور إنك كيف تترك المكان اللي ربيت فيه طول حياتك وتقرر ترحل لمكان جديد. رواية فازت بالبوكر كأفضل رواية عربية وتم ترجمتها لأكثر من 10 لغات أجنبية مع إنتاج مسلسل كامل عنها. رواية مناسبة للجميع وممكن تخليك تقتنع بأنه الحب أحياناً ممكن يكون أقوى من كل شيء. ونشوفكم بكتاب جديد.